عندي نكته؟ اقول لك الان جايزه. ما بنكت والله. جرب معك حصل لك موقف. موقف ما بيش ما بلا فجايا. عسى اقول لي والله ما بلا فجايا. مر واحد من الموظفين وانا راقد. ايه. ساري وصل واحد من الموظفين الثاني الساعه 3 الليل. بعدين يا طويل العمر جاء وهو ملثم فوق المتر بارد. منو ذي الموظف؟ الموظف. جاء لعندي وانا فوق السرير راقد الساعه 3 الليل. ايه. يدخل لعندي يصيح لي شيش قاره. ايه. ما بش. طلع لا بقعتي كده فوقي. ايه. القاره بطافيه. بروح طلع. عندي لك الموقف. ايوه ايوه. الكهرباء الطافيه وهو ملثم. أيوة. ما بلا عيوني. وانت ما عرفت. والله انا جاب يعسس كذا جاي يدور اشقاره. انا اول ما قمت مسكت كذا جاي قلت له شلونك عمل زي قال لي مهدي 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 وفتح عيونه. انا صوت صرت 10 ربع ساعه. والله العظيم. مقدمه من امبريال سمعيه البصريات تمام. ايوه يا دكتور ايوه ايوه. اجنبي بيسال اليمني يقول له ايش سويتوا انتم ايش صنعتوا؟ قال له احنا يمنيين بسطاء. اليمني يسال الاجنبي ايش سويتوا؟ قال احنا طلعنا سطح القمر. أيه. هذا الاجنبي طلع سطح القمر. ايش قال اليمني؟ قال له اليمني يسال الاجنبي قال له ايش شفتوا بسطح القمر؟ قال له شفنا حجار. قال له احنا اليمنيين اللي طلعناها سطح القمر.